المقابلة حكم فيها الاربيتر كل صراحة، معناها قلت لي احنا خاسرين واحد بلاش، جوارنا خرج راس راس، معناها يعطي فيه في صفرة، معناها اخر جوار مفروض حمرة، معناها كنا نجمو نعدلو، كنا نجمو وكنا نجمو معناها نربحوها فاسيلمون بالحق. معناها حكم فيها الاربيتر الميطو الاول راه كنا نجمو نخرجو ورابحينها واحد بلاش اثنين بلاش براحة، معناها واغلاط معناها بصحتهم، معناها كي بدلنا احنا شويه فورماسيون اللي ذكر السبب اللي حكم فينا انه ما زدنا قبلنا الثاني والثالث، اما ما يمنعش انه صحابي قدموا مردود طيب وبارك الله فيهم، والله غالب وبارك خساره توجعكم.